ايه؟ يعني انا عندي من الجروب ده سيفرال، فانا عندي سيفرال جروب، يبقى ده الديفينيشن بتاعي. بولي يعني سيفرال، سيفرال من مين؟ من البولي هيدروكسي، سوري من الهيدروكسي الكول، هيدروكسي يعني او اتش والالكول اللي هو الجروب ده كله على بعض. وقلنا كمان ان الكربوهيدرات دي بقسمها على حسب الفانكشنال جروب، وعرفنا كلمه فانكشنال جروب دي يعني ايه؟ فانكشنال يعني المفروض ان الجروب بتاعتي ديت اللي هي هتعمل الفانكشن بتاع المولكيول، هتعمل الفانكشن بتاع المولكيول. بنقسمها الى الفانكشنال دي يا اما الدهايد جروب يا اما كيتون جروب، يا اما الدهايد اللي هي سي دبل بوند او اتش، بعد كده بكمل المولكيول بتاعتي كلمه ار يعني بقيه المولكيول. او انها بتبقى سي دبل بوند او والمولكيول بيكمل هنا وبيبقى في حاجه من فوق، مثلا دي ار واحد ودي ار اثنين، دي اللي هي الكيتون ودي اللي هي الالدهايد. تمام؟ يبقى دي بسميها الايه؟ الفانكشن. بقسم الكربوهيدرات بتاعتي بقسمها الى according to the function group الى جروب كبير قوي اسمه في الدهايد جروب، وجروب تاني اخوه بالظبط اللي هو اسمه الكيتون ايه؟ الكيتون جروب. كل واحد في الالدهايد جروب وتلاقوا انه ماسكه في الكيتون جروب او الكيتوزس. تمام؟ فدي بالنسبه وعرفنا جبنا الفورمولا بتاعت الكربوهيدرات اللي هي CnH2O. سي ان يعني ال ان دي مالتيبل كربونز، وال اتش 2 ان زي ما اتفقنا ان هي مالتيبل ووتر مولكيول، والووتر مولكيول دي زي ما اتفقنا ان هي عباره عن ايه؟ او اتش واتش. تمام؟ خلاص ده كده بالنسبه للديفينيشن او الكيميكال نيتشر بتاع الكربوهيدرات. قلنا قسمناها الى مونو وداي واوليجو وبولي. المونو خلاص يعني واحده مفيش غيرها، يعني المولكيول بتاعي جلوكوز، يعني عباره عن الجلوكوز ده عباره عن يونت واحده بس. الداي يعني هجيب جلوكوز واحط جنبيه كمان واحد جلوكوز، كده انا بقيت داي، يبقى اثنين ايه؟ اثنين مونو ساكرايد ايكوال داي ساكرايد. لا ده انا هجيب واحد جلوكوز وواحد كمان 3 4 5 6 7 8 9 10 لحد 10. كل دول على بعضهم اسمهم ايه؟ اوليجو ساكرايد. لا ده انا هجيب اكتر من كده كمان اكتر من ال 10 يبقى انا وصلت للايه؟ للبولي ساكرايد. يبقى المونو يعني واحد بس، الداي يعني هجيب اثنين مولكيول فور اكزامبل من الجلوكوز، جلوكوز وجلوكوز وهربطهم مع بعض برابطه، يبقى انا ساعتها بقيت داي. لا ده انا هجيب اكتر من كده كمان، هجيب جلوكوز وجلوكوز لحد ما اوصل ل 10 مولكيولز، يبقى انا بقيت اوليجو ساكرايد. فاينلي لو انا اكتر كمان من 10 بقيت ايه؟ بولي ساكرايد. مونو ساكرايد ما يحصلوش هيدروليز، ما يتكسرش. ليه؟ لان هو يونت واحده، هكسره لمين؟ يبقى البولي ساكرايد المونو ساكرايد ده يونت واحده، ده ما بعملوش هيدروليز خالص. لكن سواء داي او اوليجو او البولي ساكرايد ده اللي يحصل له هيدروليز، ده اللي احنا بنقول عليه بقى ايه؟ هيدروليتك بروتين. من النهارده لحد يوم الخميس اللي هي محاضرات المونو ساكرايد كلها مش هنجيب سيره كلمه هيدروليتك برودكت دي خالص. كل اللي هنتكلم فيه كيميكال نيتشر. كل شويه هسالكم الكيميكال نيتشر بتاع المولكيول ده عباره عن ايه؟ الكيميكال نيتشر بتاع المولكيول ده عباره عن ايه؟ انسو اون. تمام؟ لكن كلمه هيدروليتك برودكت بدايه من محاضرات الاسبوع الجاي اللي هي الداي ساكرايد. تمام؟ يبقى عرفنا كلمة كيميكال نيتشر يعني تبع عيلة مين؟ الكلاسيفيكيشن بتاعته ايه؟ هو بيندرج تحت انهي عيلة؟ دي كيميكال نيتشر، لكن هيدروليتك برودكت يعني لما اكسره يديني ايه؟ واللي يطلع دوت لو رجعت عملت له يونيون تاني مع بعض او جوينينج تاني ربطتهم ببعض تاني هيرجع يديني نفس الكربوهيدرات اللي هو الام او الاصل بتاعه. تمام؟ طيب بعد كده قسمنا، خدنا اول حاجة في المونوساكرايز. المونوساكرايز قلنا خلاص الجنرال فورمولا اللي احنا قلنا عليها اللي هي النمبر اوف كاربونز اللي احنا اتفقنا، بنقسمها الى تو تايبس اوف كلاسيفيكيشن، اكوردنج تو ذا نمبر اوف كاربون او اكوردنج تو ذا فانكشنال جروب زي ما اتفقنا. تو ذا فانكشنال ايه؟ تو ذا فانكشنال جروب. اكوردنج تو ذا نمبر يبقى هبتدي بثلاثه، مفيش عندي كربوهيدرات اقل من ثلاثه، ما عنديش كربوهيدرات او ما عنديش مونوساكرايز بمعنى صح اقل من ثلاثه، يبقى انا هبتدي بثلاثه كاربونز اللي هي تراي، بعدين اربعه يبقى تترا، خمسة يبقى بنتا، سكس يبقى هيكسا، وسبعة يبقى هبتا. بالظبط كده. طب هبتا ايه؟ هكتوزس، هكسوزس، بنتوزوزس، دي معناها ايه؟ السكرايد بتاعي او السكر بتاعي. طيب يبقى دي تقسيمة according to the number. طب هاتي لي التقسيمة التانية بقى اللي هي according to the functional group اللي هي اردوزس او الفانكشنال جروب بتاعتي اللي هي الكيتون او الكيتوزس. تمام؟ لو هي تبع الالدهايد او الفانكشنال جروب بتاعتها الدهايد يبقى دي الدوزس، عيلة مين؟ عيلة الالدوزس. لو الفانكشنال جروب بتاعتها اللي هي الكيتون جروب اذا هي تبع عيلة الكيتوزس. طب تعالوا نربط الاثنين ببعض according to the number و according to the function.
فانكشن مع بعض. لو انا مثلا في الالتوزس وعندي ايه المونوساكرايد بتاعي 3 يبقى ترايوزس. طب الالتوزس وترايوزس يبقى انتو ترايوزس انتو تيتروزس انتو بنتوزس انتو اكسوزس انتو تيتوزس. نفس الكلام هطبقه على الكيتوزس اللي احنا هنبتدي بقى هي دي بقى محاضره النهارده. نفس الشيء لو انا عندي الفانكشن جروب بتاعتي كيتون برضو انتو كيتوزس سوري كيتو ترايوزس كيتو بنتوزس بنتوزس انت اكسوزس انت بنتوزس. تمام. طيب تعالوا نشوف اللي هي بتاعت الالتوزس خدنا فيهم كم واحده امبارح وكلهم الكيميكال فورمولا عليهم. يبقى ثالث ايه ثالث سؤال يجي لك في الامتحان كيميكال فورمولا. يبقى انا عندي الاسئله اللي هي تجي لك لحد دلوقتي في الكربوهيدرات ما تخرجش عن الثلاثه دول كيميكال نيتشر هيدروليتيك برودكت بس زي ما اتفقنا مش في المونو خالص بدايه من الدايت والكيميكال ايه الكيميكال فورمولا. كل الفورمولات زي ما اتفقنا اللي كتبناها على البورد امبارح كلها علينا. اول واحد في الالدوزس اللي هو المذر كومباوند بتاعهم اللي هو مين جليسرالدهايد. الجليسرالدهايد دوت زي ما اتفقنا اي كربوهيدرات او اي مونو بيبتدي بثلاثه يبقى المذر كومباوند بتاعنا اللي هو الجليسرالدهايد هروح حاطه على طول الثلاث كربونات زي ما احنا متفقين كده. بعد ما احط الثلاث كربونات كده وارسمهم على طول هو عايز الالدوزس صح يبقى هو الدهايد جروب الفانكشن جروب طالما الدهايد يبقى ماسكه ايه كربونه نمره واحد على طول يبقى على طول احط دبل بوند او والاتش. اجي على اخر كربونه واروح حاطه التيرمينال بتاعي او البرايمري. طيب واحنا اتفقنا ان هو عباره عن سي ده او اتش و اتش اروح فاتحه السي بتاعتي هنا واروح حاطه او اتش واروح حاطه اتش. ينفع الكربونه تبقى ماسكه في ثلاثه؟ لا اروح ضايفه لها كمان الايه الاتش الاخيره. يبقى البرايمري او التيرمينال عباره عن سي اتش 2 او اتش. يبقى انا على طول حطيت الالدهايد بتاعتي فوق حطيت البرايمري او التيرمينال في اخر واحده سميت دي اسمها برايمري الكول جروب او تيرمينال. سميت الفوقانيه سوري يا معكوسه اه لا صح صح مظبوط الدهايد او فانكشن جروب اللي هي الاولانيه فوق. خلاص طالما عندي برايمري يبقى اكيد في ايه في سكندري. اذا الكربونه اللي في النص هتبقى او اتش و اتش او اتش و اتش. تمام وسميتها ايه سكندري الكول جروب. والثلاثه اكسبريشنز دول تتحفظوا كويس قوي لان هم دول اللي هينفعوك وانت على طول بتكتب الفورمولا. انا عارف الدهايد دي اول كربونه يبقى سي دبل بوند او اتش. اللي تحت البرايمري او التيرمينال سي اتش 2 او اتش. خلاص يبقى فاضل لي السكندري اللي في النص يبقى او اتش و اتش. دي بسميها دي جليسرالدهايد. وقلنا امبارح ليه سميناها دي ولازم اكتبها كابيتال علشان الكربون فور ذا لاست اللي هي الكربونه اللي هي قبل الاخيره الاو اتش بتاعتها الدولارايت. اذا يبقى هي ديت عباره عن اللي هو الدي فورم. الدي فورم هو الناتشرال هو ده الموجود في الطبيعه. لكن ال فورم اللي هو الثاني ده باخد الاو اتش اللي هي في الكربون بفور ذا لاست واروح حاططها الناحيه الشمال. ديت اللي هي السنسيتك دايما دي اللي بيحضروها الفارماسيوتيكال اللي هم الناس بتوع الصيدله بيحضروا الادويه. تمام هتلاقي مكتوب حتى كده لو قريت بامبلت بتاع اي دواء هتبص تلاقي في حاجه اسمها دي فورم او ال فورم. دي ال فورم اللي هي دايما بتبقى السنسيتك. في حاجات في الطبيعه ال فورم برضه بس قليله هي مينلي ان دي فورم. لو بصينا الاثنين قدام بعض دول اسمهم ايه؟ ايزومرز. كلمة ايزومرز يعني ايه؟ يعني ار ايدنتيكال ان ذا ستراكشر. هما تيبيكال في الستراكشر. الستراكشر من ناحية ايه؟ النمبر اوف كاربونز والنمبر اوف هيدروكسايد والنمبر اوف اويل اوف اتش جروب. تمام؟ يبقى هما ايدنتيكال في كل حاجة بس بيختلف في اورينتيشن او كونفيجريشن او ارينجمنت. الثلاث كلمات دول زي بعض. اورينتيشن يعني توزيع الايه؟ الهيدروكسايد جروب او الاتش جروب. او الكونفيجريشن نفس الكلام او الارنجمنت بيختلفوا فقط في توزيع الاتش والاو اتش. فلو بصينا الاثنين دول مع بعض هنقول ان هم ايزومرز. والتايب اوف ايزومر هنا اللي هو بتاع الدي والال دوت التايب اوف ايزومر ده بسميه ميرور ايمج ايزومر. طالما هم دي وال بسميهم ميرور ايمج ايه ايزومر. دوت زي ما اتفقنا المذر كومباوند اللي هطلع منه ايه اولاده الاوف سبرينج بتاعته. مين بقى اولاده؟ اول واحد اللي هو الاندوترايوز زي ما اتفقنا اهو اللي هو الجليسرالدهايد. طيب الجليسرالدهايد لما اقول الكيميكال نيتشر بتاعته اقول ايه؟ الالتوترايوز مونوساكرايد كربوهيدرات. يبقى دي اول حاجه في الكيميكال نيتشر اهو. بعد كده اللي يليه على طول اللي هو الالتوترايوز اللي هو مين بقى؟ الاريثروز. طب وات از ذا كيميكال نيتشر اوف اريثروز؟ الالتوترايوز مونوساكرايد كربوهيدرات. اللي وراه على طول الالتوبنتوز اللي هو عندنا تو اكزامبل الريبوز والزيلوز. What is the chemical nature of ribose and cyclose? Alto pentose monosaccharide carbohydrate. اخر
جروب بتاعنا اللي هو الالتوميكسوس اللي هو عندي منه ثلاثة جلوكوز جالاكتوز مانوز. الثلاثة دول كل دول اتعلمنا ليهم الكيميكال فورمولا بتاعتنا الدي او الام. تيجي لك في الامتحان يقول لك رايت ذا كيميكال فورمولا اوف ال سوري ال جلوكوز مثلا. تروح انت راسم الدي وتروح ايه عاكس الاورينتيشن بتاعتك وتكتب الايه تكتب الام. او يجيب لك الفورمولا نفسها يقول لك وات از ذا نيم اوف ذا كومباوند. يقول لك مثلا اسم الكومباوند ده برضه انت المفروض تبقى شايفه الاول بتعرف ال والدي زي ما اتفقنا اول نظره كده للمولكيول بعرف دي او ال منين من الطرف خلاص. اروح كاتب ان هو دي او ال على حسب دي يبقى الاو اتش بدرايف ال تبقى الاو اتش بدرايف. وبعدين ابتدي اعد الكربونات واشوف هل هو ترايوز تتروز بتروز اي واحد من دول. طبعا كل اللي موجود في الكتاب هو اللي هيجي لك منه مش هيخرج عنك تمام. ادي الريسروز اهو طبعا انا رسمتهم مع امبارح مش هقدر ارسم انا بقول بسرعه يعني. الريسروز زي ما اتفقنا الريسروز انا عارف ان هو تتروز فخلاص اروح راسم الاربع كربونات زي ما اتفقنا. اول كربونه سي دبل بوند او اتش اخر واحده سي اتش 2 او اتش احط السكندري بقى في النص سي او اتش و اتش سي او اتش و اتش خلاص كده الريسروز. ال اللي بتاعتها نعكس الاو اتش كل الاو اتش اليمين تتقلب شمال. الدي رايبوز ده بنتوزس نفس الكلام اروح راسم الخمس كربونات وامشي بنفس القاعده اللي احنا قلنا عنها سي دبل بوند او اتش سي اتش 2 او اتش واروح حاطط السكندري في النص. كل اللي انا بعمله هنا ايه؟ ان انا بزود السكندري بس انا ما بعملش حاجه اكتر من كده بزود سوري النمبر طبعا الكربونز وبروح حاطط ايه؟ بحولها الى سكندري الكول جروب. اخر واحد اللي هو الزيلوز زي الريبوز بالظبط لان هو نفس العيله بتاعتي هو الكو بنتوزس بس الاختلاف ما بينهم ايه؟ اللي هو الاو اتش كربون نمبر 3 بس هي اتقلبت ناحيه ايه؟ ناحيه الشمال. دي طبعا لما تعملها يمين كل اللي هنا لما تعمل ال بقى الاو اتش اللي هنا دول يتقلبوا يمين شمال والاو اتش اللي هي تتقلب ايه؟ يمين. نفس الكلام في الجلوكوز والمالوز والجلاكتوز الثلاثه نفس العيله اللي هي المالالدو هيكسوزس. هرسم برضه الست كربونات وارسم البرايمري زي ما اتفقنا سوري الفانكشن الاول في كربون نمبر 1 والبرايمري اخر واحده واعمل ايه السكندري في النص. الجلوكوز هو اللي كربونته بس نمره 3 الاو اتش بتاعتها شمال. المالوز هتلاقي كربون نمبر 2 و 3 هي الاو اتش ناحيه الشمال وهنا في الجلاكتوز نمره 3 و 4 هما ناحيه ايه؟ ناحيه الشمال. في حد مش فاهم حاجه كده في الالدوزس؟ ولا كلمه سمعتها، قول كلمه واحده. سبع مرات، نسكت خالص يا ولاد. لا ما اقلبش اخر واحده، انا بقلب المربيول كله. بقلب المربيول كله. الكيتوزس بقى دي اللي قلناها امبارح ابتدينا فيها كده بسرعه. الكيتوزس اللي هي العيله الثانيه الكبيره بتاعت المونوساكرايد مش عايزه كلام يا ولاد. زي ما اتفقنا وقلنا ان في ماذر كومباوند عند الالدوزس اللي هو مين؟ الجليسرالدهايد برضه في هنا ماذر كومباوند لمين؟ للكيتوزس. الماذر كومباوند بتاع الكيتوزس زي ما اتفقنا اي مونوساكرايد لازم يبتدي بثلاثه كربون يبقى برضه هيبتدي بثلاثه كربون اللي هم مين بقى؟ كيتو ترايوز اللي هو اسمه داي هيدروكسي اسيتون. داي هيدروكسي ايه؟ اسيتون. الداي هيدروكسي اسيتون بتاعنا اتفقنا ان في الكيتون لازم الفانكشنال جروب تبقى نمره 2 يبقى انا هرسم اهو ادي الثلاث كربونات بتوعي واروح حاطط الفانكشنال جروب بتاعتي سي دبل بوند او خلاص واقف. طب ارتب الباقي ازاي؟ هبص الاقي ان انا هكتب هنا اتش هتبقى الاتش بتاعتنا والاو اتش برضه الاتش والاو اتش كده تبقى كامله ولا ناقصه؟ ناقصه الايه؟ الاتش تبقى هنا والاتش هنا. بدل ما اعملها كده اروح حاطط على طول سي اتش 2 او اتش تمام كده؟ يبقى ده بسميه ايه؟ داي هيدروكسي اسيتون. الداي هيدروكسي اسيتون ده مفيش منه لا دي ولا ال، ليه؟ بالظبط كده عشان انا اوريدي الكربون بفور ذا لاست هي الفانكشن جروب بتاعتي فانا ما عنديش منه الدي والال. انا ما عنديش غير هو بس الداي هيدروكسي اسيتون. تمام كده؟ يبقى انا ما عنديش منه لا دي ولا ال. يبقى لو جات لك الصح والغلط او جات لك في ام سي كيو او اي حاجه ان داي هيدروكسي اسيتون ده كونتينز دي اند ال ايزومرز طبعا العباره دي غير صحيحه خالص تمام. ده المذر كومباوند. طب تعالي نشوف كده نسمي كل جروب بقى. الجروب اللي في النص ده سميناه فانكشنال وده وده يبقى ده برايمري وده برايمري يبقى ما عندوش سكندري وطالما ما عندوش سكندري يبقى ما عندوش تقل ولا دي ايزومرز
ما عندوش تقل ولا دي ايه اللي هو ايه ايزمر او الايمج ميرور اللي احنا قلنا عنه. تمام؟ طيب خلاص في مشكله في الدايهيدروكسيستول يبقى ده المصدر كومباوند بتاع مين؟ بتاع الكيتوزيس. طيب بعد كده الكيتو تيتروز. طيب الدايهيدروكسيستول دوت المصدر كومباوند بتاع الكيتوزيس اللي يظهر او قدامه على طول في الاندوز اللي هو مين؟ هنا دي حاجه نوع تاني من الايزومر، ده نوع تاني من الايزومر لان ده ثلاثه وده ثلاثه صح. يبقى تمشي مع القاعده اللي احنا قلنا عليها ان الايزومر دول كونتين ذا سيم نمبر اوف كاربونز يبقى دول يعتبروا ايزومر. بس هنا الايزومر اختلاف في ايه؟ بالظبط برافو عليك. بيختلفوا فقط في الفانكشنال جروب، حتى بيسموهم فانكشنال جروب ايزومرز، بيسموهم فانكشنال جروب ايه؟ ايزومر، او ليهم اسم تاني اللي هو اندوز كيتوز ايه؟ ايزومر. اندوز كيتوز ايزومر. طيب تعالوا نشوف الثانيه اللي هي الكيتو تيتروز. يعني عندي فانكشنال جروب بتاعتي اللي هي الكيتون، وتيتروز يعني عندي اربع كربونات. كانت هناك الارب تيتروز كان اسمها ايه؟ اريثروز. هنسميها هنا بقى في الكيتوزيس اريثريولوز اللي هو ايه؟ الاريثريولوز. يبقى برضه ديت لو جالك السؤال كده الاريثروز اند الاريثريولوز ار ايزومرز. انهي تايب اوف ايزومر؟ اندوز كيتوز ايزومر او فانكشنال جروب ايه؟ ايزومر. تمام؟ طيب تعالوا بقى نرسم الايه؟ الاريثروز ونقلبه الى اريثريولوز. طالما هو تيتروز يبقى هو اربع كربونات، وهو كيتوزس يبقى هو حاطط له فانكشن جروب في كربون نمبر 2، يبقى حط الدبل بوند او بتاعتي واخر حاجه سي اتش 2 او اتش، واخر حاجه واول واحده سي اتش 2 او اتش، يبقى فاضل لي الكربونه الايه؟ نمره 3. اروح حاطط هنا الاو اتش واروح حاطط هنا الاتش. دي ولا ال؟ ليه؟ عشان الكربون فور ذا لاست كونتين الاو اتش تو ذا رايت، واروح كاتب كده دي اريثريو لوز اللي هي دي اريثريولوز. تمام؟ طيب تعالوا نكتب التاني اللي وراه اللي هو في الكيتو بنتوزس. عندي ريبيولوز وعندي زايبيولوز. طالما هو بنتوزس اروح حاطط الخمس كربونات بتوعي. تمام؟ برضه نكتب التاني وراه 3 4 5. هو كيتوزس يبقى سي دبل بوند او سي اتش 2 او اتش سي اتش 2 او اتش. خلاص يبقى فاضل مين؟ السكندري اللي هو هنا او اتش اتش او اتش اتش. ده اسمه ايه؟ دي رايبولوز. يبقى ده اسمه كده دي رايبولوز. تعالوا نعمل اخر واحد الزايبولوز برضه نفس الكلام، ده كيتوزس يبقى سي دبل بوند او سي اتش 2 او اتش سي اتش 2 او اتش. فضل لي الاو اتش اللي هنا والاو اتش والاتش اتش كده رايبولوز برضه. المفروض يبقى ايه؟ الاو اتش هي اللي ناحيه دي والاتش الناحيه دي، يبقى دوت عباره عن دي زايلولوز. طب عايزه اخليه ال زايلولوز. لازم اختلافهم بس في الفانكشن. تمام؟ طيب دي اقلبها ازاي؟ فور اكزامبل نعمل واحد كده نقلبه بالظبط كده، هقلب القبل الاخيره اخليها هنا وديت اللي اخليها الناحيه دي والباقي يمشي زي ما هو. لو حد عايز يعمل دبل بوند هنا الناحيه دي في القلبه بتاعتها ماشي تمشي صح مش غلط. بس عشان ما نلخبطش نفسنا الفانكشنال والبرايمري ما تقلبهمش عشان ما تلخبطش روحك. انتقلب بس الاو اتش والاتش تبقى برضه المولوكيول بتاعتك صح. تمام؟ في اي مشكله كده في الكيتوزيس؟ فاضل لي اخر واحد اللي هم في الكيتو اكسوزيس اللي هو مين؟ الفراكتوز. بس نعلي صوتنا، مش عايزه صوت خالص، مش عايزه اسمع ولا صوت. الرايبيولوز والزايلوز الفرق ما بينهم الارينجمنت بتاعتي بس اللي هي الكربون نمبر 3 اللي هو اتش بتاعتها شمال. وهما الاثنين اوريدي دي. تمام؟ طيب كده ده الارينجمنت رايبيولوز زايلوز. فاضل الفراكتوز بتاعنا. الفراكتوز قلنا ده من الكيتو ايه؟ هيكسوزس. ده الكيميكال نيتشر بتاعته بتسكيتو هيكسوزس مونو ساكرايد كربوهيدرات. طيب اقسمه ازاي؟ اروح رسم الست كربونات بتوعي لان ده هيكسوزس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هو
سي دبل بوند او وسي اتش 2 اتش وسي اتش 2 او اتش. فاضل ايه؟ اعمل الويتشات. اروح اعمل الويتشات بتاعتي كلها اهي وادي الاتش. بس ده مش الفراكتوز. الفراكتوز المفروض ثالث واحده الاو اتش بتاعتها هنا شمال والاتش والاتش يمين، وده اسمه دي فراكتوز. ليه قلت دي؟ عشان الكربون خلاص الاو اتش بتاعتها ايه؟ الاو اتش بتاعتها يمين. ال فراكتوز عكس ده بالظبط، اللي يجي هنا هنا واللي هنا يجي هنا، يبقى كده خلاص عملت ال فراكتوز بتاعي. مين اللي قدام الفراكتوز الناحيه الثانيه في الاردوزس؟ برافو عليكم، الثلاثه. بالظبط كده، يبقى الثلاثه اللي موجودين في الناحيه الثانيه في الاردوزس هم دولت الايزومر بتاع الفراكتوز. الجلاكتوز والجلوكوز والمانوز، الثلاثه دولت كل واحد ايزومر مع الفراكتوز، كل واحد ايزومر مع الفراكتوز. هو كاتبها لك في الكتاب اللي هو الكتوز اردوز ايزومر، هنوصلها حالا دلوقتي، ان هو الجلوكوز مع الفراكتوز والمانوز مع الفراكتوز. انت اكتب كمان الجلاكتوز مع الفراكتوز برضه تمشي صح. تمام كده؟ في حد مش فاهم حاجه كده في الفورمولات؟ كل الفورمولات اللي كتبناها دي علينا كلها. ها اتفضل. مش عايز الصوت يا ولاد. لا انا قلت كل المونوفيول يتقلب، يعني مش هنرسمه ازاي؟ هرسمه قدامك عشان ما حدش يسال السؤال ده تاني. ادي دي فراكتوز اهو. هعمل مش عايزه كلام يا ولاد خالص. 2 3 4 5 6 سي اتش 2 اتش هنا والدبل بوند او اهي وسي اتش 2 اتش. المفروض كل اللي شمال يمين واليمين شمال. انا عندي الاو اتش ناحيتي هجيبها لناحيتها. خلاص؟ وادي الاو اتش ناحيتي هخدتها لناحيتي. ليه خليت ده؟ ليه سميت ده ال فراكتوز؟ عشان الكربون خلاص الاو اتش بتاعتها شمال، دي الحاجة الوحيدة اللي بتميزها، دي الحاجة الوحيدة اللي بتميز دي من ال فور الكربون بفور خلاص. لأول نظرة أبص على مين كربون بفور خلاص، لقيتها شمال خلاص أنت ال فور على طول. تمام؟ في أي مشكلة في الفورمولات؟ يبقى اللي احنا خدناه كله لحد دلوقتي الأسئلة اللي تجيلك كيميكال نيتشر وفورمولات، مفيش حاجة تانية تجيلك في الحتة دي غير كده. كيميكال نيتشر وفورمولات. اللي هو كيتوز اردوز ايزومر هنقولها حالا دلوقتي اللي هي الفانكشن. تعالوا معايا خلاص اللي هي الستيرو كيميكال ايزومرز وكلورو ساكرايدز. احنا تقريبا قلناهم كلهم بس هنقراهم دلوقتي تاني كده مع بعض. انا طبعا مش شايف حاجه خالص. كلمه ايزومرز زي ما اتفقنا وعرفنا التعريف بتاعها ان هم عباره عن كومباوندز هاف ذا سيم موليكولار فورمولا، يعني لهم نفس الايه؟ الموليكولار فورمولا. من ناحيه ايه الموليكولار فورمولا؟ زي ما اتفقنا نمبر اوف كاربونز والهيدروجين الهيدروكسيد والنمبر اوف هيدروجين ايه؟ اتومز. بس ديفرنت ان ايه؟ ارينجمنت كونفجريشن اورينتيشن فقط. لكن بيختلفوا في الاستراكشر او الستيريك فورمولا. كلمه استراكشر او الستيريك فورمولا اللي احنا بنقول عليه الارينجمنت او ترتيب الاو اتشات والاتش. تمام؟ طيب كلمه اسيمتريك كاربون، تعرفوا هنا ايه؟ نركز بقى فتح دماغنا كده علشان الحته بتاعت الاسيمتريك دي هتفهمني كل الايزومرز وهتفهمني كل حاجه. اسيمتريك كاربون، كلمه اسيمتريك يعني ايه؟ كلمه اسيمتريك يعني هي كربونه مرتبطه في الاربع اتجاهات بتاعها بديفرنت جروبس، مش ديفرنت اتومز، في فرق هنا كبير قوي. باي ديفرنت جروبس. كلمه سيمتريك يعني هي كربونه هتلاقي فيها من مرتبطه مثلا بالاربعه ستراكشر بتاعتها بديفرنت ايه؟ سوري بسيم جروبز، او على الاقل في اثنين منهم زي بعض، على الاقل في اثنين منهم زي بعض. طب تعالى نحط المولوكيول ده مثلا قدامنا زي الفراكتوز كده. تعالى بص على كربونه نمره واحد، تعالوا نفككها كده. كربون نمبر 1 ماسكه هنا في اتش وهنا في اتش وهنا في او اتش وماسكه تحت بقيه المولوكيول ده كله. نقول تاني كربون نمبر 1 اهي ماسكه مره في اتش ومره في اتش ومره في او اتش ومره في كل بقيه المولوكيول دي. دي كده سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ سيمتريكال، لان انا عندي هنا اثنين جروبز مع بعض كده زي بعض. طالما ماسكه في اثنين جروبز مع بعض كده اتش و اتش دي سيمتريك كربون. طب تعالوا نشوف الكربون اللي وراها. ماسكه في سي دبل بوند او، ماسكه بعد كده هنا في البرايمري ديت الكل، وماسكه تحتها هنا بقيه المولكيول ده كله. لا سيمتريك.
عشان عندي الدبل بوند او. فاعتبر كلمه الدبل بوند او دي كانها ماسكه في ايه؟ اللين اوكسجين، فخلاص كده تعتبر برضه سيمتريك. يبقى دي سيمتريك ودي سيمتريك، الاثنين دول. اجيب ما دام دي سيمتريك يبقى اخر واحده برضه ايه؟ سيمتريك زيها. طب تعالوا نشوف اللي في النص بقى اللي هم السكند. ماسكه هنا في اتش، لان الفارسيتي بقى ماسكه هنا في اتش، ماسكه هنا في او اتش، ماسكه هنا في الجروب المختلف ده خالص اللي هو عباره عن الفانكشنال والبرايمري، وماسكه تحت في كل الجروب دوت. يبقى دي اسيمتريك كارب. نفس الكلام ينطبق على كاربون نمبر 4، نفس الكلام ينطبق على كاربون نمبر 5. اذا الفركتوز اديني كام اسيمتريك كاربون اتوم؟ ثلاثه. كاربون نمبر 4 5. كل دول يعتبروا اسيمتريك كاربون ايه؟ طب تعالى نرجع للمذر كومباوند بتاع الفركتوز. تعالى نتكلم بكل مين؟ هيدروكسي اسيتون اللي هو ثلاث كربونات اهو، سي دبل بوند او، سي اتش 2 او اتش، سي اتش 2 او اتش. اي واحده منهم اسيمتريك؟ ولا واحده صح. هو كل دبل بوندين اسيمتريك. ادي ديت ماسكه دبل بوند او، يبقى اتنين زي بعض تقريبا، وهنا برايمر هنا برايمر، خلاص يبقى كده خلاص دي سيمتريك. نفس الكلام هنا ماسكه في 2 اتش سيمتريك، نفس الكلام هنا ماسكه في 2 اتش زي بعض يبقى سيمتريك. ده داز نوت كونتين اسيمتريك. طالما داز نوت كونتين اسيمتريك عمره ما يعرف يعمل ايزومر، وده اللي احنا قلناه من الاول، ده اللي احنا قلناه فعلا من الاول. هو ما عندوش ايزومر خالص، الداي هيدروكسي اسيتون بتاعنا ده ما عندوش ايزومر من ناحيه الشكل، لكن عنده ايزومر من ناحيه الفانكشنال اللي هو مين؟ برافو عليك، اللي هو الجليسرالدهايد اللي موجود فين؟ في الاندوس. يبقى هو عنده ايزومر فقط اللي هو من ناحيه الفانكشنال جروب ايزومرز، اللي هو يضاهيه في الاندوسس اللي هو الجليسرالدهايد، لكن في الكيتوسس اللي هو الداي هيدروكسيستون. لكن كفانكشنال سوري ك اللي هو كاميرور ايمج اللي هو الدي والال، لا ما عندوش. طب دي بريزون بقى، هنا ادي لك الحته دي قول السبب ليه الداي هيدروكسي اسيتون cannot form mirror image A isomer because it doesn't have asymmetric carbon atom. لانه ما عندوش اصلا asymmetric carbon atom، لان asymmetric carbon atom هي دي اللي بتدي فرصه للمولكيول ان هو يبتدي يعمل الايه؟ الايزومر. لكن ده ما عندوش خالص، فبالتالي ما عندوش اي نوع من انواع الايزومر اللي هي مين؟ اللي هي الال والدي فورم اللي هي الميرور ايه؟ الميرور ايمج. يبقى خلاص قلنا كده الاسيمتريك كاربون اتوم اللي هي اتاتشد زي ما اتفقنا لفور ديفرنت جروبس، عشان دي اللي سالها لكم في الاورال كتير، تقول لي اه الاسيمتريك كاربون دي ان هي اتاتشد لفور ديفرنت اتومز. قلنا غلط، كلمه اتومز دي غلط، لازم كلمه جروب، لان زي ما اتفقنا زي ما رسمناها كده بيبقى جروب على بعضه، ما بيبقاش كربونه ماسكه في كربونه ثانيه. لا كل البوليسكرايدز كونتين وان اور مور اسيمتريك زي ما اتفقنا اكسبت الداي هيدروكسي اسيتون، وقلنا دي تجيلك دي بريزون او اول باي كيميكال بيزنس اكسبلين، وتقول السبب اللي احنا قلنا عليه. تمام، بيعتمد بقى النمبر اوف ايزومرز اللي هيطلع على حسب النمبر اوف اسيمتريك. يعني كل مثلا ايه زي ما هو بنقول كده، هو في كربونه واحده اسيمتريك فهقول خلاص هو هيعمل اثنين ايزومر، هو في كربونتين اسيمتريك ليها بقى ايه؟ ليها رول او ليها معادله اللي هي 2 تو ذا باور اوف ان، كلمه ان اللي هو النمبر اوف اسيمتريك كاربون اتوم. لو هو مثلا عنده اثنين اسيمتريك يبقى 2 تو ذا باور اوف 2 يبقى هو هيعمل كام ايزومر؟ 4. لو هو عنده ثلاثه زي ده ثلاثه اسيمتريك يبقى 2 تو ذا باور اوف 3 يبقى هيعمل 8. طب انزل يبقى هيديني 8 ايه؟ 8 ايزومرز. ال 8 ايزومرز دول هيكونوا 4 في ال L4 و4 في الايه؟ في ال G4. حد مش فاهم الحته دي؟ الالدو مثلا ترايوز، الالدو ترايوز اللي احنا قلنا الاكزامبل بتاعنا اللي هو مين؟ الجليسرال دهايد. الجليسرال دهايد ده كونتيننج اونلي وان. نعم مش فاهم الصراحه اعمل ايه؟ عايز الحته تاني دي؟ حاضر حاولت حاجه واحنا بنقول السلايد دي على طول. الالدو مثلا الالدو ترايوز احنا قلنا الالدو ترايوز ده اللي هو مين؟ الجليسرال دهايد. الجليسرال دهايد دوت لو رسمناه، خليكم بقى اللي عايزين يعيدها تاني عشان هقولها تاني هنا اهو. بصي بصي اتفرج عليها تاني بعد ما اتذكر.
الثلاث كربونات بتوعي هو النوزس يبقى سي دبل بوند او اتش، واخر واحده البرايمري اللي هي سي اتش 2 اتش. بعد كده ارجع اقول ان هنا في الاو اتش بتاعتي وادي الاتش دوت دي ولا ال دي جليسرال هايد ليه الكربون بفور ذا لاف الاو اتش ده برايم. تمام اتفقنا الدي والال يتكتبوا كابيتال اللي هم بتوع الايه الميرور ايمج. تعالوا نبص على ده، اول كربونه دي ماسكه في كام حاجه؟ ماسكه في الاتش ماسكه دبل بوند او كانها ماسكه في 2 او ده بالظبط، يبقى دي سيمتريك لان زي ما اتفقنا الاسيمتريك تمسك في اربعه مختلفين بالظبط، تلاقي اربع جروبز مختلفين، لكن لو مسكت في حاجتين على الاقل شكل بعض يبقى خلاص دي تعتبر سيمتريك. اخر واحده برضه عباره عن اتش هنا ماسكه سوري في اتش هنا كمان ونو اتش برضه ماسكه في اتش واتش، لا يبقى خلاص طالما اتمسكت في اثنين زي بعض يبقى بقت سيمتريك، يبقى دي سيمتريك ودي سيمتريك. تعالوا نشوف اللي هي في النص ماسكه في او اتش وماسكه في اتش وماسكه في فانكشنال وماسكه في برايمر. خلاص كده اربعه بالبعض يبقى ده الفور ديفرنت جروبس، اذا تنطبق عليها القاعده بتاعت اسيمتريك وتبقى دي اسيمتريك. طيب تعالوا نشوف النمبر اوف ايزومرز هنا، احنا قلنا القاعده بتاعتنا 2 تو ذا باور اوف 10 لو عدد الايزومرز ايه؟ ما هي فيها واحد اسيمتريك بس ما فيهاش الا دي بس، يبقى 2 تو ذا باور اوف 1 يبقى هي عندها 2 ايزومرز فقط. بعد بالظبط كده واحد في ال 4 وواحد في الدي 4. هتمسك كل واحد بقى من الملوكيوز اللي احنا خدناها دي كلها تطبق عليها هذه القاعده. الاتش اتوم بس هو برضه بيسال سؤال كويس ان احنا بنقول انها اتاتشد اربعه ديفرنت جروبس، طب ما الاتش تعتبر من الايه؟ من اللي هي الاتوم. تمام صح وعنده حق، بس انا بعتبرها جروب لان دي بتبقى جروبس كبيره. الاتش دي على الرغم انها ماسكه في سوري السي دي عباره عن انها ماسكه في اتوم واحده بس، بس منهم مع بعض سمتر يعني زي بعض فبعتبرها انها ايه؟ جروب. تمام؟ لكن ما حدش بيهنى في الاورال خالص كلمه اتوم دي نهائي. ليه؟ لان انت لو وصفت الكربونه اللي في النص هتلاقي هنا ماسكه في جروب على بعضه اللي هو البرايمري، ماسكه فوق هنا في الفانكشن، ماسكه هنا في او اتش، ماسكه هنا في اتش، لا كده على طول تعتبر ايه؟ اسيمتريك على طول. وقلت لكم زي ما قلنا كده نطبق القاعده بتاعت اللي هي 2 تو ذا باور اوف 2 دي، هتلاقي الارض ترايوزس اول واحده خالص اللي هو عباره عن جليترال دهايد 2 تو ذا باور اوف 1 يبقى 2، يبقى انا عندي 2 ايزومر واحد في ال وواحد في الدي. نفس الكلام وراها الارض تتروس خلاص هتبقى 2 تو ذا باور اوف 2 لان انا ايه زودت واحده اسيمتريك عليها. تمام 2 تو ذا باور اوف 2 هتبقى 4، 2 تو ذا باور اوف 3 هتبقى 8، 2 تو ذا باور اوف 4 اللي هم مين الارض روكسوز اللي هو الجلوكوز والجلاكتوز والمنوز، 2 تو ذا باور اوف 4 هيبقى 16 ايه؟ 16 ايزومرز. هنقول بتاعت الكيتوز الثلاث اكزامبل بقى خلاص احنا ده اوريدي الاكزامبل ده عارفينه اللي هو بتاع الميرور ايمج ايزومرز اللي هم الدي والال 4، اي واحد دي وال ما عدا مين؟ ده الوحيد اللي ما عنديش لا دي ولا ال فيه، لكن هطبق القاعده عليهم كلهم هتلاقيها هتمشي على كل الالدوزس وعلى كل الكيتوزس اكسبت الداي هيدروكسي اسيتون. تعالوا نشوف بقى في الكيتوزس برضو هنطبق قاعده الاسيمتريك كاربون اتوم. تمام في الكيتوزس اما اجي اطبق قاعده الاسيمتريك كاربون اتوم اللي هي 2 تو ذا باور اوف ان دي ما ببتديش بمين؟ بالداي هيدروكسي اسيتون عشان ما عندوش. تمام يبقى ببتدي بمين؟ الاريثريولوز على طول، ببتدي بالاريثريولوز. فالاريثريولوز لوحده هتلاقي فيه كام اسيمتريك كربون؟ واحده بس اللي هي هتبقى كربونه نمره ثلاثه ده كده مع بعض واحد اثنين ثلاثه اربعه طب البوند او اتش 2 او اتش اتش 2 او اتش وهنا الاو اتش وهنا الاتش دي سيمتريك دي سيمتريك دي سيمتريك دي الوحيده اللي اسيمتريك وهي دي اللي ببتدي بيها 2 تو ذا باور اوف 1 فبالتالي هتبقى الاريثريولوز ديت هتبقى عندي منها 2 ايزومرز بس اللي هو الدي والال واحد في ال واحد في الدي. عشان كده دايما الايزومرز بتاعت الكيتوزس دايما بتبقى اقل واحد عن الايه؟ عن الالدوزس عشان انا عندي المذر كومباوند اصلا بتاع الكيتوزس ما عندوش ايه؟ ما عندوش اسيمتريك كارب. تعالي قوي طبعا مش عايزه كلام خالص. لا ما يعني مثلا لو هما 8 ايزومرز هيبقوا 4 في ال واربعه في الدي. تمام كده؟
الالي والدي فورم اللي هما ديميرور ايمج، دول نتيجه مين؟ اسيمتريك كاربون اتوم. يبقى الدي والال ايزومر دول نتيجه وجود الاسيمتريك كاربون اتوم. وعرفنا بنحسبها ازاي. امال مين بقى السبيشال تايبس اوف ايزومرز دول؟ حاجه اسمهم ايبيمرز. الايبيمرز دول يعني ايه؟ يعني ما هم عباره بنفس الجروب مع بعض، يعني هم مثلا هيكسوزس مع بعض، هم مثلا بنتوزس مع بعض، والدوزس او كيتوزس، ماشي؟ يبقى لازم يكونوا في نفس الايه؟ نفس العيله، بس بيختلف في الاورينتيشن اوف اراوند وان كاربون اتوم فقط. بيختلفوا في الاورينتيشن اوف هيدروجين او هيدروكسيل اراوند وان، لازم تكون ايه؟ وان كاربون اتوم فقط. طب تعالوا نشوف مثلا زي مين؟ زي الجلوكوز. الجلوكوز عندي الاو اتش بتاعته من هنا دي اللي هي الكاربون نمبر 3 هتلاقيها ناحيه الايه؟ الشمال. طب تعالى نشوف المانوز. الاو اتش بتاعنا خمبر 3 ونمبر 2 هما الاثنين دولت الاو اتش بتاعتهم شمال. اذا الجلوكوز والمانوز زي بعض بالظبط، واختلفوا في الكونفيجريشن او الارينج بتاع الهيدروجين اراوند ذا كاربون اوف نمبر 2 فقط. فبالتالي الجلوكوز والمانوز ايبيمرز ات سي 2. هما ايبيمرز شكل بعض لكن بيختلفوا فقط عند الايه؟ عند الكاربون 2. هقولها تاني وهقولها تاني تاني بس اكملها الاخر وبعدين نعيدها تاني. طب تعالى نشوف الجلوكوز والجالاكتوز. نفس الكلام، الاو اتش كاربون نمبر 3 هنا والاو اتش كاربون نمبر 3 هنا. الاو اتش بتاع كاربون نمبر 4 هنا في الجالاكتوز، لكن في الجلوكوز هنا ناحيه الايه؟ ناحيه اليمين. يبقى هما برضه متفقين مع بعض في كل حاجه لكن اختلفوا فقط على الاورينتيشن بتاع كاربون نمبر 4 فقط. اذا الجلوكوز والجالاكتوز ار ايبيمرز ات كاربون نمبر 4. طب تعالى نبص على الجلاكتوز مع المانوز. ده هنا اختلفوا ايه بقى؟ بالظبط عند كربونتين، يبقى دولت مش ايبيمرز. لان القاعده بتاعت الايبيمرز ان هم بيختلفوا اراوند اورينتيشن ات كاربون ات وان كاربون اونلي. هنا عندك المانوز عندك كاربون نمبر 2 و 3 لكن هنا عندك كاربون نمبر 3 اند 4 فما ينفعش. يبقى هنا اختلفوا في الاورينتيشن اراوند 2 كاربونز، يبقى بالتالي دولت ما ينفعوش ايه؟ ايبيمرز لبعضهم. لا هم ما يعتبروش زي كده، احنا اتفقنا ان هم يعتبروا هالدوز كيتوز ايزومرز، ما يعتبروش ان هم الفانكشنال جروب ايزومرز، ما يعتبروش خالص لان ده من عيله وده من عيلة. انا بتكلم على ممبرز في نفس مين؟ في نفس الجروب، على ممبرز في نفس الجروب. طب تعالوا نرجع للبنتوز. عندنا في البنتوز مين؟ رايبوز وزيلوز، صح؟ دولت يعتبروا ايبيمرز لبعض؟ صح، يعتبروا فعلا الريبوز والزيلوز يعتبروا ايبيمرز. تعالوا نبص كده على الاستراكشر بتاعهم نرجع لهم. لو بصينا هنا على الريبوز والزيلوز اختلفوا فقط عند كاربون نمبر كام؟ بالظبط كده، كاربون نمبر 3 الاو اتش هنا وكاربون نمبر 3 الاو اتش هنا، فبالتالي الريبوز والزيلوز يعتبروا ايبيمرز على كاربون نمبر ايه؟ 3. يبقى بالتالي لازم ممبرز في نفس مين؟ نفس الجروب، يعني الدوزس مع بعض. مش الدوزس مع بعض وبس، الدوزس وبنتوزس او الدوزس واكسوزس. يبقى الايبيمرز لازم يبقوا في نفس الجروب مع بعض ونفس الفانكشنال جروب مع بعض، تمام؟ حد مش فاهم الايبيمرز اقولها تاني؟ الفراكتوز مين؟ لا ما وصلنالهاش دي، الفراكتوز والمانوز. اللي فاتت جلوكوز، سوري اللي فاتت جلوكوز ومانوز. هجيبهم ثواني اهي. اهي نعم. المانوز مين؟ والجلاكتوز، ها؟ بالظبط، يبقى ما يعتبروش ايبيمرز لبعض، غلط. تمام؟ يعني بيقول لك صح وغلط، المانوز اند جلاكتوز ار ايبيمرز. الستيتمنت دي غلط، ماشي؟ لان هم هنا اختلفوا عند كاربون نمبر 2 ونمبر 4، تمام؟ مش عايز الكلام يا ولاد خالص. دي حاجه ثانيه اسمها بقى انومرز. يبقى احنا عرفنا الميرور ايمج ايزومرز اللي هي الدي والال، وعرفنا الايبيمرز. الايبيمرز اللي هي مين؟ الديفرنت عند وان كاربون اونلي، ولازم يكونوا في نفس الجروب مع بعض من ناحيه عدد الكربونات ومن ناحيه الفانكشنال. متفقين في الفانكشن وفي النمبر اوف كاربون، ما يختلف في الاورينتيشن اراوند وان كاربون اونلي.
لا ما احنا اتفقنا ان ما يعتبروش ايزومرز وما يعتبروش برضه ايزومرز. هو مين اللي شبههم؟ هو جلوكوز ايزومر للجلاكتوز ماشي. بس يا ولاد مش عايزه كلام خالص. وعلى حسب نوع الايزومر هنا احنا اتفقنا انواع الايزومرز الاولانيه كيو من ال خلاص ماشي. الثانية الابيمرز ان هما بيختلفوا اراوند 1 كاربون، هنا ما اختلفوش ده هنا اختلفوا اراوند 2 كاربون، يبقى برضه مش ايزومرز لبعض. الانومرز دي هنقولها بكره في الرينج ستراكشر، مش هنعرف نقولها النهارده. اللي هي تكوين الرينج ستراكشر ان انا بيبقى عندي حاجه اسمها الفا اند بيتا لنفس الموديول. دي بيختلفوا هنا في ساعه ما بنكون الرينج ستراكشر. هنا بنسمي الايزومر دوت بنسميه انومرز، بنسميه ايه؟ انومرز. على حسب الالفا بتبقى الاو اتش بتاعتها يمين والبيتا الاو اتش بتاعتها شمال. دي هنقولها بكره في الرينج ستراكشر، مش هينفع نقولها النهارده. اخر واحد النهارده في التايبز اوف ايزومرز اللي هو الالدوز كيتوز ايزومر اللي احنا لسه قايلينه من شويه. كل واحد بالظبط كده بيختلفوا بس في الفانكشنال. في الالدو ترايوزس الكيتو ترايوزس قدامه واحد، يعني هنا جليسرالدهايد قدامه الفانكشنال، هنا الثاني داي هيدروكسي اسيتون. هنا الالدو تيتروزس اللي هو خدناه مين؟ اريثروز. في الكيتو تتروز مين؟ اريثريوز. هنا رايبوز وزيروز في الالدو بنتوزس، يبقى هنا في الكيتو بنتوزس مين؟ رايبوز وزيروز. هنا عندنا الجلوكوز والمالوز والجلاكتوز في الالدو هيكسوزس، في بالظبط كده في الفراكتوز في الالدو في الكيتو ايه؟ هيكسوزس. تمام؟ دول بسميهم فانكشنال جروب ايزومرز. يعني هنا كان الدوزس اتنقل على الجروب الثاني بقى ايه؟ بقى كيتوزس. تمام؟ بنسميه فانكشنال جروب ايه؟ ايزومرز. زي ما بقول لك هو كاتبها لك في الكتاب. الجليسرالدهايد مع الداي هيدروكسي، الاريثروز مع الاريثريولوز، الريبوز مع الريبولوز، والزيلوز مع الزيلولوز، الجلوكوز والفراكتوز، والمنوز مع الفراكتوز، واكتب كمان زود عليها الجلاكتوز مع الفراكتوز. هقول مقدمه بسرعه على كلمه الاوبتيكال اكتيفيتي وهنكملها بكره ان شاء الله. بس مقدمة بسرعة كده. مع الفركتوز بقى. زيدوا الفركتوز. انا بقولت ما قلت كل اللي بكتبه على البورد بس البروجرام هي اللي عليه. دوت بس تعرفوا كده. مش عايزة كلام خالص. كلمة اوبتيكال اكتيفيتي يعني ايه؟ كلمة اوبتيكال اكتيفيتي هنقولها معنى كلمة plane polarized light وبعد كده نعرف معنى كلمة الاوبتيكال اكتيفيتي. plane polarized light معناها من اسمه كده plane. plane يعني ايه؟ برافو عليك، سطحي. كلمة plane اللي هي سطحي يعني مش اتجاه. اتجاه بيبقى ليه اتجاه محدد صح؟ لكن سطحي دوت يعني حاجة عاملة plane بالظبط كده. ده ما هياش ايه؟ ما هياش فيها اتجاهات. بس البلين ده برضه لو تاخد بالك انا ممكن ارسمه كده او ممكن ارسمه شويه يعني عامل الناحيه الثانيه او كده. يا برضه دي ايه؟ دي اتجاه. بس اهم حاجه ما هوش حاجه مدببه كده. ده بلين ليه اربعه ايه؟ ليه اربع اركان. هو البلين بولارايزد لايت كده اللي هو البي بي ال. البي بي ال اللي هو بلين بولارايزد لايتس ده عباره عن لايت ويفز فايبريتنج. شوف انا عاملاها بالاحمر ان وان بلين يعني كده بتفايبريت في الصوره دي. الضوء العادي بتاعنا الضوء اللي هو الاوردينري لايتس بتفايبريت ان اول بلينز يعني كان الضوء. بس هو طبعا رسمه لك في الكتاب بالاسهم ده عشان يسهل لك، لكن الطبيعي ان هو مش بفايبريت كده بالاسهم دي لا. هو المفروض الضوء الطبيعي بفايبريت هنا وهنا 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 and so on. ده ايه الضوء بتاعي ليه كذا ايه؟ ليه كذا بلين. ده الاوردينري لايت. لكن اللي انا بتكلم عليه ده اسمه ايه؟ بلين بولارايزد لايت. لازم يكون بلين بولارايزد. كلمه بلين بولارايزد يعني هو لايت هو اوردينري لايت عادي بس عدى على بريزم. هو عدى على بريزم. البريزم دوت عدى بلين معين وعمل ريفليكشن لبقيه البلين. يعني هيعديه واحد بس من دولت وكل بقيه البلينز دي يعمل لها ريفليكشن يرجعها تاني. اقول تاني الاوردينري لايت بيبقى هذا الشكل اللي هو بيفايبريت ان ديفرنت بلينز. بيفايبريت ان ايه؟ ان ديفرنت بلينز.
الغردقه اللايف بتاعي ده واروح معديه على بريزم معين، هعديه على منشور زجاجي معين. هذا المنشور معمول من حاجه اسمها بيور كالسيوم كربونيت، معموله من حاجه اسمها بيور كالسيوم ايه كربونيت. كل البلينز دي لما تعدي في المنشور ده، اللي هيعدي بس من المنشور بيروح الناحيه الثانيه اللي هو بيبقى بارلل متوازي مع سطح المنشور. يبقى اللي هو هيبقى متوازي مع مين؟ مع سطح المنشور. هو ده الوحيد اللي هيعدي، وبقيه البلينز كلها هترجع يحصل لها ايه؟ ريفليكشن. هذا اللايت اللي طلع، اللايت اللي طلع لي ده بسميه ايه؟ بي بي ال، اللي هو بلين بولارايزد لايت. انا عايزه البلين بولارايزد لايت ده بقى الايه؟ عايزاه عشان اروح مدخلاه على تيوب معينه، اروح مدخلاه على سلندر كده معين. السلندر ده موجود فيه الماده بتاعتي اللي هي اوبتيكالي اكتف سبستنس. يعني ايه بقى اوبتيكالي اكتف سبستنس؟ معنى كلمه اوبتيكالي اكتف سبستنس يعني سبستنس فيها الاسيمتريك كربون اتوم. كل المونوساكرايد زي ما احنا شفنا دلوقتي فيها اسيمتريك ما عدا الداي هيدروكسي اسيتون، تمام؟ فانا هحط الماده بتاعتي هحطها في هذا السلندر، وهخلي البلين بولارايزد لايت بتاعتي ده يعدي جوه ايه؟ السلندر. كل ده موجود في جهاز، كل ده موجود في جهاز، وهحط البلين بولارايزد لايت ده اخليه يعدي جوه السلندر. لو الماده بتاعتي دي فيها اسيمتريك كربون اتوم، هتبص تلاقي عملت لي شيفت على طول ليه؟ البلين بولارايزد لايت ده هتغير الاتجاه بتاعه. ممكن تغيره تخليه ناحيه اليمين، ممكن تغيره تخليه ناحيه الشمال. لو غيرته وخليته ناحيه اليمين، فهسمي الماده بتاعتي دي سمول، عشان كده قلت لك الفرق ما بين الدي كابيتال ودي سمول. لو عملت له روتيشن، يعني غيرت الاتجاه بتاعه وخليته ناحيه الليفت وال سمول هنا، تبقى دي ماده ثانيه. لو انا حاطه الماده بتاعتي اللي هنا دي اللي هي الداي هيدروكسي اسيتون، البلين بولارايزد لايت ده زي ما دخل زي ما ايه؟ زي ما هيخرج. ليه؟ عشان هو اوبتيكال ان اكتف، هو ما بيقدرش يعمل الاوبتيكال اكتيفيتي دي، يعني ما بيعرفش يعمل روتيشن للبي بي ال عشان هو ما فيهوش اسيمتريك كربونات. كل ده هعيده تاني.